أتمتة، وتعني تحويل العمل من بشري إلى آلي كجعل الصرف عن طريق الصراف الآلي ومراقبة حضور الموظفين وانصرافهم عن طريق برنامج حاسوبي وما إلى ذلك، وهي على وزن ثعللة. يقولون فول مدمس ما أطيبه من طعام، فطور الأمير وغداء الفقير. والمدمس لفظة من أصول يونانية تعني الفول البلدي المسلوق، ولكن بعضهم يرد اللفظ إلى العربية لأنهم يرون أنها تعني الدفن والسترة، فقد كانت الجرار الفخارية تدفن في الرماد. وقال آخرون بل هي تحريف صوتي عن دمث، والدمث هو السهل اللين. وكذا الفول إذا سلق طويلا يكاد يذوب من اللين والنضج. وقيل أيضا دمس الفول، أي سواه في الدمس، وهو وقود من التبن وغيره. وقد أصدر مجمع اللغة العربية بالقاهرة قرارا بعروبة المدمس بسبب شهرة هذا الفول وكثرة تداولاته التي أعطتهم مجالا للمناورة في تعريبه. يقولون صامولي، وهو نوع من الرغيف الطويل، وباللهجة السورية صمون بفتح الصاد وتشديد الميم، وفي اللغة التركية صومون، وبالحرف اللاتيني فالصيغة السورية هي الأصل.